انت الابن ديالو؟ انا هو الابن ديالو الكبير. الابن ديالو الكبير. الكبير اذا شرح لينا هذه الحاله. هذه الاب ديالي هذه محلة من 70 وحنا ساكنين هنايا السعاده من 70، وملي طلق الوالده ديالي بقينا كنا مجموعين مع الام ديالنا. ملي بقينا مجموعين معاها دازت واحد المده حتى 2015 دار بينا واحد الدعوه. كيفاش طلقها؟ لا هو طلقها على واحد الوليد توفى ضربت واحد الطوموبيله جا طلقها ما حاسما دارنا جا طلقها. ملي طلقها مشى هو تحول للحريه ديال الدار ديالو في الحريه. حنا بقينا ساكنين مع الام ديالنا هنايا من 1983 وحنا عايشين هنا في هذا الملك هذا. ملي لحقت 2015 نضت كتب الدار ديالو بيع وشرى لبناته. جانا عون قضائي قال لنا ودي خاصك، جانا عون لهنا قال لك بان انتم يا خاصكم تخرجوا. جينا حنايا مشينا درنا الاجراءات ديالنا، درنا المحامي ديالنا، درنا المسائل ديالنا، ضروري خصنا نديروا المحامي ديالنا. درنا المحامي ديالنا مشينا معاه في الدعوه. دازت عام ربحني هو في الابتدائي، استانفت في الاستئناف، رفضوا لي الطلب. ملي رفضوا لي الطلب مشى هو النقد الابرام، النقد الابرام قبلوا لي، ردوا لي الاستئناف، الاستئناف ايد الحكم ديال الابتدائيه. مشيت عند المحامي، مشيت درت محامي ديالي، المحامي خرج لي مفوض قضائي، جيت لي نسخه ديال التيتر فيها 72 متر كاريه هي اللي عنده. هادشي كلشي حنا بنينا، حنا ضربنا فيه تماره ما عليناش. المحامي قال لي جيب لي نسخه، جيت لي نسخه من المحافظه قال لي عنده 72 متر كاريه، قال لي هادشي بنيتو نتوما؟ قلت لي حنا اللي بنيناه. جيت مفوض قضائي صور لي الفرساطه من القدام من اللور ما عليناش. صور لي الدروج، صور لي البيوت ديال الدار الفوقانيه ديال السطح. ملي دا لي المحامي كتب لي العريضه صيفط وحده للنقد، صيفط وحده للاستئناف، النقد والاستئناف والمحكمه الابتدائيه. ملي صيفطو من تمايا نهار الاربعاء دازت جلسه، من ورا الاربعاء البارح ثاني دازت جلسه مع 9 ديال الصباح. جا هو للدار عندنا هنا، جايب معاه جوج ديال اعوان السلطه، جايب معاه واحد السيد من المحكمه، فرقعوا الباب طلعوا. خويا حط حوايجو، شي حوايج ديال الدار باقيين محطوطين في الدار، قال لنا باش تعطوني السوارت. خوتي راك تعرفهم حيت من السبعينات وحنا كنعيشوا هنا، خوتي تما الله يحسن العوان، واش هاد الاولاد هادو فين غيمشيو؟ هضرت معاه قال لي انا ما كنعرفكمش. قال اعوان السلطه قال لهم ديروا خدمتكم، وقال لهم ديروا الخدمه ديالكم. اخويا هادشي اللي راه انا هضر، حنا داعين على الله سبحانه وتعالى، هو اللي داعين. اذا دير واحد الكلمه صريحه وخاصه، لان علاش؟ غنقول واحد الكلمه، لان هو هادو وليداتو وهذوك بناتو، هذوك خواتاتنا، وحنا خوتهم هما خواتات، حنا ما غندوزوهمش. ولو يكون كيما كان نوعو، ولو يموت هذا الاب ديالنا كاع علينا فريد اقدر بيد العمر بيد الله، ولو ما غندوزوهمش. هما ما غيدوزوناش، حنا ما غندوزوهمش. ولكن باش تكتب لوحدين وتخرج وحدين وانت عندك ملك، كون ما كانش عنده ملك وجا عندي وقال لي ولدي ها كاين ها كاين، نخوي لي الدار ونمشي نكري هنا. ما كاينش الانصاف. وكنتمناو من المحكمه تعاود النظر في هذه الجلسه، لان هاد الاولاد كيعيشوا مده سنين وما كيعيشوا في هذا راه ولفوا، راه الدرب ديالهم ولفوه، واخا يمشوا فين ما مشاو غادي يجوا لي. وانا واخا لو نتحول انا راه غادي ضروري هنا الدرب عندنا، لان ولفتو. وهذا ما كان آخر. السلام عليكم خويا، انا واحد الولد ديال اسمح لي، انا ساكن هنايا مده ديال 52 عام من مع خوتي، والوالد ديالنا هو رحال عويمري كيعيش في فرنسا مده حتى هو عنده 52 عام، لانني انا في التاريخ ديالي العام اللي تزدت انا هو في فرنسا. انا كنعيش في 52 عام في هذا الدار، انا واحد الانسان عاطل ما خدام ما والو. كاينه اختي هي اللي كانت خدامه علينا، اخوتي اختي هي اللي صوبت هذه الدار كامله من الفوق حتى لتحت. اليوم حنا كنطالبوا والحكومه كنطالبوا بالقانون، المحل ديالنا بقاو ساكنين فيه، وكنتمناو بان هذا السيد تكرفس علينا ومحنا وشردنا وشرد هذه العائله اللي كاينه هنا. واليوم الناس كيتفرجوا بان حنا في الشارع، فهمتيني؟ وهذا الشيء ما مزيانش، ما غيبغي حتى شي واحد
واليوم حنا الرزق ديالنا خاصنا ندخلوا لهذا المحل، ما نبقاش مشردين وحنا ماشي ديال التشرد، حنا ماشي ديال التشرد، حنا الاولين في هذه الزنقه من عام 1968 وحنا كنعيشوا في هذه الدار. اليوم اختي كتشوفوا الحاله ديالها كيفاش دايره، وخوتي مكرفسين وحنا مكرفسين، والناس الجيران تا هما مكرفسين معانا لانهم تا هما محنين معانا وواقفين معانا كل شيء، هاد الدرب كامل من راس للراس. اليوم حنا كنطالبوا باننا حنا ندخلوا لهاد الدار هذه والرزق ديالنا ناخذوه، وهاد السيد اخويا ما غنسمحوش ليه، فهمتيني؟ الله الوطن.